الوكاتون مشاهدينا اللي منظمته جمعية سعيد للتوعية حول مرض سرطان الكولون ومحاربته، رح نحكي عنه أكثر وعن كل نشاطات الجمعية مع كارول أبو جمرة، ناجية من مرض السرطان وعضو من أعضاء جمعية سعيد NGO. صباح الخير. صباح النور. كيفك كارول؟ الحمد لله ريان. ثانك يو لاستضافتك لألنا اليوم. ثانك يو لأنك معنا. ومثل ما قلت قبل، أنت ناجية من مرض السرطان وأنت أيضا عضو من أعضاء جمعية سعيد. هل قبل ما نبلش نحكي أكيد عن نشاطاتكم وعن الوكاتون، خبرينا أكثر عن هالجمعية، أي متى انطلقت بلبنان ولأي أهداف؟ الجمعية تأسست بال 2016 واليوم مساقب بالانيفرساري تبع الجمعية. هاي ألف مبروك. ثانك يو. إن شاء الله دائما بالنجاح والاستمرار. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله هدفنا نساعد العالم، إن شاء الله يا رب نكون عم ننجح بهالمهمة. بال 23 شباط 2016 مدام هنا نمر يلي كان عندها تجربة كتير صعبة مع السرطان الكولون مع جوزها، قررت انه تبلش بهالعمل، وانا تعرفت عليها بعد سنتين من ما بلشت وعم اشتغل معهم من وقتها. حلو. حلو انه يعني تاسست هالجمعيه لهدف، يعني من وراء معاناه، فهذا الشيء كثير حلو. شو نوع الخدمات اللي بتقدموها كارول بالجمعيه؟ اول شيء يلي اكثر شيء هلا عم نقدر نقدمه هو فحص الفت، يلي هو فحص ستول، يلي هو فحص خروج، بنقدمه بكذا لابوراتوار، ويلي بده يستفيد من هالخدمه بفوت على سعيد NGO لعنا على البيج وبيتواصل مع الناس لحتى نقدر نساعدهم. هيدا يلي اكثر شيء فينا هلا بهالايام نقدر نعمله، وغير اشياء مثل ادويه مثل كولونوسكوبي على قد ما عم فينا، على قد ما عم نقدر، على قد ما عم بيجينا تبرعات، على قد ما عم نساعد. يعني هلا بتعرفي كارول، في مشكله او كارثه صحيه كثير كبيره عم بتصير بالقطاع الاستشفائي والقطاع الصحي بما خص مرض السرطان. الادويه صارت كثير، يعني كلفه علاجها عاليه ومعظمها مقطوعه، يعني ما بنلاقيها بسهوله للاسف. فمن هون يمكن الحاجه اكثر شيء عم بتزيد بموضوع الادويه. للأسف كرمال هالشي نحنا عم نعمل كل سنة ووكاثون يلي هو بيجمع اللي نحكي عنه exactly. يلي هو بيجمع بين الرياضة والترفيه والتسلية وكمان تبرعات لحتى نقدر نساعد العالم. وقتا منكون عم نحكي عن جمعية عم تتعاطى مع الإنسانية، مع الإنسان، عم نحكي عم نعمل كل شيء بإيدنا لحتى نساعد خينا الإنسان. كيف تهلأ في عنا زمن صوم عند كل الطوائف، زمن الصوم جاي، شو في أحلى من أنه نشارك بهيك نشاط، نتسلى ومنظهر العائلة وقت السيم تايم منساعد العالم. أكيد. الوكاتون أي متى أول شيء رح يصير كارول؟ مين الأشخاص اللي فيها تشارك؟ وأكيد مثل ما قلت أهميته كتير كبيرة، ولكن شو الأهداف اللي حابين توصلوا لها؟ شو حابين تعملوا من خلاله؟ أوكي. الوكاثون هو بخمسة أدار، يعني الأحد 5 أدار 5 مارش. التجمع ببلش 8-8:30 بسوق بيروت. هالمرة انطلاقتنا رح تكون من سوق بيروت. طول الوكاثون 4.5 كيلومتر، يعني 4.5 كيلومتر، لمنوصل لعلم رئيسي ومنرجع. هلأ فيها العالم تفل بنص الوكاثون، فيها تكمل. هيدا من أي ساعة لأي ساعة؟ 10 من بليش الووك. هلأ بين الووك وبين هيدا في شهادات حية، يعني مثل الناس تحكي عن ناجيين وأيضا أشخاص عم ببعضهم عم بيصارعوا exactly. بعضهم عم بيتصارعوا مع المرض. وكمان رح نكون بسوق بيروت في عدة نشاطات، في دي جي، في ميشو شو جاي يقدم لنا البرنامج بنشكره مسبقا، وجاي في سوق اكل، في كتير اشياء، في العاب للاولاد صغار، يعني العائله كلها فيها تروح، هو للعائله كلها. حلو. وانا مثل ما عرفت انه هيدا نشاط اذا بدنا نقول بيصير سنويا. نعم عم نجرب نعمله. نعم. السنة الماضية الحمد لله كان كثير ناجح، عم بيكون نحو الرياضة اللي هي دايما بتكون إذا بدنا نقول فاعل خير، يعني عن جد كانت فاعل خير لإلي. لأنه أنا مثل ما بتعرفي صار معي كانسر، كولون كانسر، ولو ما كنت رياضية ما قدرت خطيت المرحلة بالقوة. كرمال هالشي نحن دايما منشدد على الووك وعلى السبور، لأن هول بيساعدوا، they can prevent، يعني فيهم يساعدوك لتمنعي، وفيهم يساعدوك لتقوي،
سو له كثير اهميه السبور بحياتنا. نعم، شو ابرز هيك النشاطات اللي هيك مهمه واثرت بالناس، اذا بدنا نقول تركت اثر، واللي عملتها الجمعيه بهالسنتين اللي قطعوا او بالسنين السابقه كارول؟ لكن فيني اقول انه بالفيت تيست يلي عملناه خلصنا كثير ارواح. بتصور هيدا من اهم الاشياء يلي انعملت بالجمعيه. عم نعمل كثير نشاطات ترفيهيه ورياضيه، بنعمل هايكينج، بنعمل عشوات، بنعمل ووكينج. عندنا هلا جروب بيمشي على المناره كل نهار احد، نتلاقى مع العالم، نتسير، بنخبرهم، بنجرب نوعيهم. بس اهم شيء عم بقول لك عم نقدر نخلص حياة، يعني بيكون بعد ما بلش الكانسر عم نقدر نقضي عليه قبل. الحمد لله. من هون سؤالي لإلك، ذكرت موضوع كتير مهم كارول اللي هو التوعية. نعم. فقدي اليوم مهم التوعية بين الناس على أنواع السرطان اللي ممكن أنه لا سمح الله ينصاب فيها الشخص، وقدي مهم نقطة أساسية الكشف المبكر قدي ممكن أنه يخلص أرواح. 100%. لقلك شغلة، المشكلة هي أنه الكانسر for a long period of time كان تابو عند العالم. صح. كانوا يسموها ديك المرض. هلا ما بقى فينا نعمل هيك، يعني خلص مين بعد ببيته أو حدا من أصحابه أو من الأنتوراج تبعه ما قطع بمرحلة سرطان أو ما قطع بمرض سرطان. المرض السرطان منه تابو، لازم نحكي، لازم اول ما نحس شيء نتوجه للحكيم مثل ما انا عملت. انا صحيح كان متقدم بس انا ما تاخرت، لو تاخرت شوي كنت رحت علي. انه الواحد ما ابدا ابدا يتاخر، شو ما بيحس لازم يلاحق الموضوع لحتى يقضي عليه قبل ما ينتشر ونصير بمشاكل اكبر، ونحن ببلد ما انا قادرين لا نوصل لعلاج ولا نوصل لمستشفيات يعني ولا نعالج حالنا exactly. ولا شيء. سو أكيد التوعية مهمة، وأكيد الحكي عن الموضوع مهم، وأكيد إنه نلاحقه مهم، كله مهم. مهم الواحد يكون واعي ويستدرك الأمر قبل ما تصير، قبل ما يوقع يعني. لأنه مثل ما أنا دايما بقول، ما في فوق ولا حدا بالدنيا خيمة، فوق راسنا خيمة، كلنا معرضين. سو أحسن إنه نشتغل على هالموضوع أول ما نحس شيء، دغري نتوجه للحكيم ونشوف شو بيقلنا. كارول، هون قديه الدعم النفسي مهم، ان كان من قبل الجمعيات، ان كان من قبل العائله، يعني العائله بتحسيها وقتها تسمع بهيك خبر عن حدا من العائله مصاب بتنهار، يمكن مش هذا المطلوب بهذا الظرف، يعني الانهيار مش هو الحل. ما فيك تلومي حدا، لانه الدعم النفسي بيلعب دور كثير اساسي. ريان، ما فيك تلومي حدا، هو مرض السرطان منه مرض هين. نحن ما فينا أكيد نلوم العالم بس تكون واقعه بهيك. هو مش لوم، بس شو الخطوات اللي الانسان لازم يعملها بهاللحظه؟ بده يكون قوي، بده اول شيء مثل ما قلت انا ساعدت حالي بالرياضه. إيه انت كناجي مثلا بصراحة. انا ساعدت حالي بالرياضه، ما وقفت رياضه، كنت عم بتعالج وعم بعمل الرياضه يلي جسمي بيقدر يعملها. الدعم بيكون اول شيء من الشخص هو ذاته، بيجي بعدين من الباقيين. هو الانسان بس يصير معه كانسر يفكر انه هيدي مرحله وانا لحقطعه، ودائما يكون عنده امل. هو الامل يلي اكثر شيء بخلينا مكفيين بهيدي الدنيا. اللي حواليه انه لازم خلص صرنا نعرف انه هيدا اوكي مرض، بس ياما في امراض ثانيه عم بيموت منها العالم ما عم نعرف شو هي ولا عم نعرف من وين جايه. صح. سو كلهم لازم يكونوا داعمينه، ونحن بالجمعيه بندعم كثير. انا بينطلب مني كثير روح احكي مع عالم انا قطعت بالتجربه، يمكن كون شو بتقولي لهم كارول؟ ما ما ولا مره انا فقدت الامل. ايه يعني الاشخاص اللي بعدهم عم بحاربوا المرض، انت هلا صرت ناجي، شو بتقولي لهم؟ المرض هيدا بدنا نكون نحن اقوى منه، بده يكون الانسان اقوى منه، بده دائما يكون عم بيقول انا لحقطعه، انا رح اكون اكثر اقوى منه. والرياضه بتساعد، المشي بيساعد، السباحه، الحكي عن الموضوع كثير بيساعد. كارول، هون يعني مثل ما قلنا قبل، بسبب هالازمه يعني هالازمه الاستشفائيه والماليه اللي عم نقطع فيها، كثير من الاشخاص يعني عم بيهملوا حالهم، ما عم بيقدروا يتوجهوا عند الحكيم، ما عم بيقدروا يتعالجوا. هون عمين بتوقع المسؤوليه؟ يعني الجمعيات قد ايه بعد فيها تعطي؟ ما هي كمان عم تواجه صعوبه. هلا فينا نقول على الدوله، بس بصراحه هي المسؤوليه بتوقع على كل شخص فينا، كلنا فينا نساعد. وقتها منشارك بهيك ايفنت منكون عم نساعد، سو المسؤولية بتوقع على الكل. نحن بلد قاطع من حروب وقاطع من أزمات اقتصادية وشو ما بدك. سو إذا الإنسان ما بيساعد خيو الإنسان بهيك وضع، إنه نحن اللبنانيين معروفين قد عنا نخوة،
سو هيدا هو الوقت انه نساعد بعض. اكيد. كارول، هل بتتوجهوا مثلا نحو المدارس او الجامعات، بتقوموا بدورات توعويه للطلاب؟ نعم. حول، لانه بتعرفي الشاب او الصبيه وقت يكونوا شوي صغار بالعمر ما بيعرفوا كثير يمكن عن انواع، يمكن بيعرفوا انه في كانسر بس ما بيعرفوا عن انواعه. هل بتتوجهوا لالهم وكيف عم بتحسون عم بيتفاعلوا؟ نعم، عم نعمل توعيه بالمدارس وبالجامعات، وعم نعمل توعيه على التلفزيونات، عم نعمل توعيه على الراديو، عم نعمل توعيه everywhere. عم نعمل يلي عم نقدر نعمله. يعني اوقات عم نطلب انه نزور مطارح، منلاقي شوية اذا بدك انه لا مش وقتها هلا بعدين، بس عم نعمل اللي علينا قد ما فينا، عم نعمل توعية. اكيد. يعطيكم الف عافية. ثانك يو. كيف فينا هيك نتابع كارول نشاطات الجمعية ونضلنا متابعينكم دائما؟ واكيد ان كان قادرين انه نساعد نقدر نتواصل معكم، وان كان لطلب المساعدة كيف فينا نكون؟ في عندنا بيجز على الانستغرام سعيد ان جي او، وعندنا بيج على الفيسبوك، وبقلبها في كل التفاصيل، في الكونتاكت وفي كل شيء. نحن بنكون كثير مبسوطين اذا العالم تتواصل معنا، ومستعدين لنساعد قد ما فينا. اكيد ان شاء الله يعني يكون في تواصل، وان شاء الله انه كمان يكون في اشخاص قادرين تساعدكم، انتم بدوركم تقدروا تساعدوا غير مرضى. هيدا لانه هو. هيدا المرض ما بينطر، يعني هيدا هدفنا الاساسيه، انه هيدا المرض ما بينطر، يعني ما بينطر تيتامن حق الدواء، ما بينطر تيكون في مساعده، انه هيدا المضبوط. يعني ممكن شخص يفقد حياته اذا ما كان مامن كلفه علاجه. هيدا المضبوط. انا كنت محظوظه وقت انا مرضت، كان في انشورنس وكان خيي واقف حدي وكانت العائله كلها مرتاحه. هلا بهالايام ثلاث ارباع العالم مش قادره تفوت على مستشفى. سو اكيد نحن هون لحتى كلنا مع بعض نشتغل. انا بدعي كل العالم تنزل على الوكاثون تساعدنا، لانه هدفنا سامي. ومثل ما برجع بقول، نحن هلا بفتره كل العالم بعد شوي عندها صيام وعندها تساعد العالم، يا ريت كلنا منتساعد لحتى نساعد اكبر عدد ممكن من العالم يلي عم بتعاني بهالبلد. ان شاء الله يا رب. يعني نحن كثير كنا سعيدين بهيدي الفقره معك كارول، وان شاء الله اكيد الكل بيشفى مثلك وبيوصل هيك للشفاء التام. ويعطيكم الف عافيه وموفقين بكل نشاطاتكم. ميرسي كثير ريان على استضافتك، ميرسي على لقائنا الحلو، ميرسي على كل الاسئله اللي سالتيني اياهم، وان شاء الله يا رب كمان بنشوفك تحت أكيد معنا. اكيد اكيد. نحن يعني انا وياك اليوم ندعي كل الاشخاص اللي عم يحضرونا يكونوا عم بيشاركوا معكم بهالوكاتون، ان شاء الله يا رب، لانه عم بيشاركوا لرساله لهدف، فاكيد نحن بندعيهم كلهم. شكرا لوجودك معنا، وتحيه لكل اعضاء جمعيه. وانا كمان بعيدهم بالانيفرساري تبعنا، وانا بعيدكم كمان، ان شاء الله دائما بالاستمرار يعطيهم الصحه ويضلون مكملين بهالمسيره يا رب، ان شاء الله يا رب. ثانك يو. مشاهدينا، نحن رح نتوقف مع بريك صغير وبنرجع منتابع مع اخر فقره لنا، خليكم عم بتتابعونا.